يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: وقع على ملابسي بعض النجاسة وليس لدي غيرها، ووضعت عليها الماء وغسلتها فلم تذهب النجاسة، هل يصح أن أصلي بها؟ لم تذهب النجاسة معناه أنه ما تطهرت، لأن بقاء النجاسة، عين النجاسة أو ريح النجاسة أو لونها، هذا دليل على بقائها، فلا تصلي بها حتى تذهب النجاسة. لا تستعجل، اغسلها وكرر الغسل عليها، استعمل المنظفات حتى تزول النجاسة. نعم.